السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني نتكلم نبذة في تاريخ مصر الحديث. لكن النهاردة يصادف 30/6، ف30/6 احنا قررنا نعمل تجميع بين محمد علي باشا وبين الفترة اللي هي من 30/6 ل 3/7. نقول بالمعنى المعنى الدقيق، ما بين لحظة اختيار محمد علي والي على مصر وثورة 30 يونيو 2013 ل 3 يوليو 2013، هناك دائما فارقة، أيام فارقة في التاريخ. بالأحرى في نقاط تحول مهمة، نقاط تحول مهمة هي الفارقة، هي اللي بتعمل التاريخ، هي اللي ممكن نستمد منها. النقطة الفارقة بين عهدين، تحول من سيء إلى أفضل. وعلينا أن ندرك بعض الحقائق، في حقائق لازم إن إحنا ناخد بالنا منها، حقائق مهمة. الحقيقة الأولى إن التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه لأسباب عديدة، أسباب كتير. التاريخ ما بعدش ما بعدش نفسه. التاريخ يعني الأحداث التاريخية متغيرة وليست ثابتة، تختلف حسب الظروف المحيطة بالحدث، من عهد لعهد، من زمن لزمن. فنقدر نقول إن التاريخ مدرسة للسياسة، التاريخ مدرسة السياسة، صانع القرار، القارئ للتاريخ يكون لديه رؤية أفضل وأشمل تمكنه من اختيار القرار الجيد. تمام. التحول الديمقراطي إيه هو؟ هو المضي خطوا نحو تحقيق الديمقراطية، وليس هو الديمقراطية نفسها، وليس هو الديمقراطية نفسها. تاريخ التحول الديمقراطي في مصر بيأكد دايما إن التحول في مصر يحدث من أسفل إلى أعلى، من تحت لفوق، بإرادة الشعب، ومن خلال الشعب مباشرة، أو بأحد الطرق الشرعية، الأدوات الشرعية زي الجيش. ودلوقتي بما إن النهاردة 30/6، فاللحظة الفارقة في تاريخ مصر الحديث، أولا نرجع ورا، لحظة اختيار محمد علي واليا على مصر بإرادة شعبية، اختيار محمد علي والي على مصر بإرادة شعبية في 13 مايو 1805. حدث فارق في آخر، يعني حدث فارق آخر، إيه هو الحدث الفارق؟ هو انتفاضة الشعب ضد فكر نافق كاد أن يهوي بنا في غيابات النفق المظلم، ولكن إرادة الشعب، الإرادة الشعبية تأبى ألا يحدث ذلك في 30 يونيو 30/6. الإرادة الشعبية أبت أن يحدث، أن في حاجة تحصل. يبقى الإرادة الشعبية
الإرادة الشعبية متشابهة بين حالة الإرادة الشعبية متشابهة بين حالة الفوضى وعدم استقرار الحكم، حالة فوضى عدم استقرار الحكم بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر، حالة الفراغ السياسي ومعاناة الشعب من بين ظلم وضرائب البرديسي شيخ البلد المملوكي، وبين بطش خورشيد باشا الوالي العثماني وفرقة الدلاه أو الدولاه التي أتى بها من الأستانة، أو التي استدعاها من الأستانة، زي فرقة عسكرية كده ممكن نديها لفظ ميليشيات عسكرية، اللفظ اللي كان في الفترة من 2012 ل 2013، اللي كان جماعة الإخوان المسلمين عايزين يعملوها. تمام، يبقى إحنا بنربط خروج الحملة الفرنسية، حالة فوضى، اضطرابات، عدم استقرار في الحكم، فراغ سياسي، معاناة الشعب من ظلم وضرائب، وإيه تاني بقى؟ ضرائب مين؟ ضرائب البرديسي، كان لقب الضرائب اسمها البرديسي، اللي هو كان شيخ البلد المملوكي. والبطش بتاع خورشيد باشا اللي هو كان الوالي على مصر. تمام؟ وفرقة الدولاه اللي استدعاها خورشيد باشا من الأستانة، اللي عاشت يعني بدأ الانتشار في الأرض بالفساد بالفرقة دي، بالمثل نفس المثل أو المثل 2011، حالة من الاضطراب السياسي، الفوضى، حتى تسلقت جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين تسلقت على جثث الشهداء لتتصدر المشهد السياسي، ونبدأ بقى حالة من البطش والقهر وقرارات متضاربة وحوادث غريبة غير مفهومة وتدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمصر. عام 1804 لعام 1805 التف الشعب المصري حول قائد عسكري، انحاز هذا القائد إلى الجماهير، إلى الشعب، لكي يرفع عنهم الظلم، اللي هو كان محمد علي باشا. بالمثل نفس المثال 30 يونيو انحاز الجيش إلى شعبه، أكثر من 45 مليون في شوارع مصر، في ميادين مصر، يهتفوا هتافات. إيه هو الهتاف؟ يسقط حكم المرشد. انحاز الجيش إلى الشعب. انحياز الجيش للشعب، لرغبة الشعب في 30/6، يؤكد على عمق العلاقة التاريخية والرابطة التاريخية، الرابطة العضوية والتاريخية بين الجيش المصري والشعب. عام 1805 هتف الشعب برضه هتافات ثورية. ايه هو كان الهتاف؟ مثال للهتافات، مثال: يا رب يا متجلي اهلك العثماني، يا رب يا متجلي اهلك العثماني، والعثماني ديت بتعود على الدولة العثمانية. 2013، 2013 الهتافات، الشعب بيهتف، يسقط حكم المرشد. يبقى الهتافات الثورية 1804، أنا آسف، 1805 الهتاف ضد الحكم العثماني، ضد الدولة العثمانية،
يا رب يا متجلي اهلك العثماني 2013، الشعب بيهتف يسقط حكم المرشد. الشرعية، شوف برضو نفس نقطة الشرعية، خورشيد باشا اللي هو كان الوالي على مصر كان بيتحدث عن الشرعية اللي استمدها من الباب، من الفرمان العثماني، من الباب العالي بالفرمان العثماني، من الأستانة. كان بيقول إيه؟ أنا معين من قبل السلطان العثماني وبخطه الشريف، يعني الفرمان بيقول إن هو متعين من قبل السلطان العثماني، ومتعين بخط إيد الفرمان، مكتوب بخط إيد السلطان العثماني الشريف. ولن أنزل من القلعة بأمر الفلاحين. 2013، محمد مرسي صاحب اسم الشرعية المزعومة المستمدة من المقطم من مكتب الإخوان، مكتب الإرشاد في المقطم. ولكن رغم تمسك كل واحد منهم بالشرعية الهشة، يعني خورشيد ومحمد مرسي تمسك كل واحد منهم بشرعية هشة وهمية، يؤكد الشعب المصري، الشعب المصري العظيم بقى، يؤكد أنه هو فقط صاحب الحقوق الشرعية الحصرية. يعني الشعب المصري هو صاحب الحق الشرعي في انه يختار مين يقعد ومين يمشي. وتنتصر إرادة الشعب في كلتا الحالتين. التحول الديمقراطي لحظة اختيار محمد علي واليا على مصر تحول هام، حيث أنه لأول مرة يتم اختيار والي وعزل آخر. تم اختيار محمد علي وعزل خورشيد باشا، كما أنه تم بإرادة الشعب. يعني تعيين محمد علي وعزل خورشيد باشا ده تم بإرادة الشعب المصري، كما أنه ربط الربط بقى إيه؟ ربط الولاية بشروط وضع قاعدة دستورية للحكم. 2013 أو بمعنى أدق 30 يونيو، حدث فارق وتحول هام من أجل استحقاقات ديمقراطية متمثلة في إيه؟ الدستور، مجلس النواب، المشاركة الحزبية، وغيرها من أشكال وصور التحول الديمقراطي. محمد علي باشا، مصر الحديثة، اعتمد في النهضة في مصر الحديثة على العلم والبحث العلمي. التعليم ثم التعليم ثم التعليم. وحاليا التعليم ثم التعليم ثم التعليم لبناء مصر الحديثة. أتمنى إن الفيديو يعجبكم، وإن عجبكم الفيديو لايك وشير وفعل الجرس. ولا إله إلا الله محمد رسول الله.